ابني ما حدا يرضى يفوته على مشفى على خستخانة يعني تركيا. يا عدينا نستنى الرجعات اللي بيض وما بيرجع. كانت هناك ثلاث موجات للنزوع منذ تقدم عناصر الليبة كان باتجاه الشرق باتجاه تل أبيض. ما لا قضيعة مدمرة ايش بدي شنو بدو يسأل بكراتنا بدنا والله يخلينا الدولة الإسلامية يقوى الشغلات.